أطفال وفتيان وفتيات في مختلف المناطق المغرب مع الممارسات الجنسية على الحيوانات اللي كيوقعوا كثير في البوادي في المغرب. الحمارة ديال سيدي القاسم ولات مشهورة لأنها كانت كتحمل المرض ديال السعار لاغاج اللي هو مرض معدي ومرض كيؤدي للوفاة وكيولي كيطرح إشكالية ديال الصحة العمومية. أما هذه مسألة معروفة، ما حناش كنتكلموا على شي حاجة غريبة على المجتمع المغربي في البوادي، أنه المراهقين كيبداو يتعلموا الجنس في الممارسة على الحيوانات. مسألة